الله يا ربي، الله يا ربي، الله يا ربي، حليك ما والله العادي تجي حليك. ما بغيت نسولك دروك هاد الدراري هادو ما غيقراوش خلاصو، غيبقاو الاضراب الاضراب الاضراب. لا والله العظيم الا قرايه زينه دي حق مولاني الا قرايه. ويلي ويلي هاد العام غادي يمشي سنه دمه سنه بيضه ياك، وراه هادشي اللي بالي جبتي كاع حليك ما. ويلي هاد الاساتذه هادو تا هما يعدهم المعنده كيشدوا الشهر، عندهم بريمات ديالهم، التقاعد ديالهم مضمون، كلشي مضمون بخير وعلى خير، وفي الاخر ما يقرروش لينا حنا ولادنا. ايه مزيان يا بنتي كاع حليك ما، الله يهديك. حنا راه مع الاساتذه، من حقهم يدافعوا على الحقوق ديالهم ومع المتطلبات ديالهم، متفقين على هذه النقطه هذه. ولكن باش الدراري ما يقراوش يوليو ولادنا ضايعين، وهما الاساتذه حنت عندهم ولادهم ربما كلهم كيقراو في البريفي خدامين ويقريو ولادهم، وحنا ولاد الشعب ساكن يضيعوا، نبقاو نكذبوا على بعضياتنا. والحقيقه نقولوها صافي، هما من حقهم يطالبوا بالحقوق ديالهم، وحنا معاهم في هذا المطلب، ولكن ولادنا تا هما خاصهم يقراو، حيت هانتا راه ولادنا تا راه تا هادشي حقوق حليك مترا. ما غاديش تفهمي واحد القضيه والله العادي، ما غاديش تفهميني. لا راه مزيان، راه مزيان اه، ولكن ولاد بلدي حنا هاد العام ما يقراو والو، عقول لي ما يقراو والو حنا ولادنا. زوينه والله العظيم الا بسالة حق مولاي، الا بسالة وراه قبيله كنت مريح في القهوه قريت في واحد الجريده قال لك مولاتي اخنوش كيوبخ وزير التربيه والتعليم، ها كيوبخو زعما خاصو يقاد ليهم الحقوق ديالهم. راك دوبت اش غيوبخ الله يديك، يوبخ راه كلشي على رئيس الحكومه. الفيلم كامل داير على ثلاثه ديال الناس، وزير التعليم، وزير الماليه، واخنوش، ثلاثه ديال الناس. والله لا ما بغى ليهم وزير الماليه الا تحقق ليهم المطلب ديالهم. الله يهديك ابتي كاع حليك ما خليني ساكت، تسحب سيبو. اي حنا ما كنقولوش وزير العدل وزير التعليم راه صافي زعما خارج من المسؤوليه، لا راه مسؤول، ولكن راه المطالب راه كيتفقوا عليها ثلاثه ديال الوزراء. عندك وزير التعليم قلنا، وزير ديال الماليه، وخنوش، صافي من غير هاد الثلاثه ما كاين والو. لا الله العظيم الا اولادنا هما اللي ضايعين في هادشي كامل، اولادنا هما اللي ضايعين. راه خاص الاساتذه الحمد لله راه على الاقل عندهم شي حاجه، ها عندهم فليسات مزيان. اي الله يزيدهم، حنا ما قلناش لا لعودوا الاساتذه يدوروا فيا يقولوا لي راك انت لا مزيان، ولكن راه خاص الناس تفهم باللي راه كاينه واحد الفئه في المجتمع مضروره، كاين اللي ما يصور حتى 50 درهم في النهار. يلا هذا شكون اللي دوى عليه؟ يلا كي غنديروا لهاد الحريره هادي؟ كاين اللي ما يصورش حتى 30 الف، وعلى الاقل الاستاذ ولا المعلم راه كاين اللي عنده 110 الف، كاين اللي عنده 120، كاين اللي عنده 140، كل واحد بشحال عنده. راه كاين اللي بالاقدميه واصل المليون، اي ومليون عليها سهله، ودروك هي 100 الف راه ما تقضيش لك. ولكن راه كاينه فئه اخرى عاوتاني مضروره، ما نبقاوش نكذبوا على بعضياتنا. غير هو الاساتذه يطالبوا على الحقوق ديالهم ما كاين حتى شي مشكل، غير ولادنا خاصهم يقراو السلام صافي. واش ولادنا حنا يضيعوا حقا حنت باش الاساتذه يبقوا على خاطرهم؟ كاع لي بقى شي واحد على خاطره، خاص الدراري يقراو، راه القرايه هي كلشي، راه ولادنا كيضيعوا وسالين. هذا هو الفيلم تاعنا كيداير. لا تبقايش تقول لي حقا الاساتذه خاصهم يطالبوا بالحقوق ديالهم، يطالبوا لي دبروا اليوسف، خاص ولادنا يقراو وسالا. واش ولادنا ما يمشوش مدرسه ما يقراوش يبقاو عا في الدار؟ يلا شكون اللي غيدافع على ولادنا حنا دركا؟ يلا شكون اللي غيقر لينا ولادنا؟ ولادنا يدي عليهم عام كامل هما غيدخلوا في الامتحانات دركا، يلا اش قراو باش يدخلوا في الامتحانات؟ خليني ساكت حليك ما والله العظيم الا غادي نخرج العيب مع الاساتذه مع المعلمين وقراونا وعجاج علينا وفيهم صحابنا. خليني ساكت الله يرضي عليك، خليني ساكت الله يرحم لك الوالدين. ويلي والدراري خاصهم يقراو سالينا الفيلم او ويلي ويلي ويلي. يديروا شي حل، يديروا شي حل، شي حل اخر من غير يبقاو خدامين، ولكن يديروا شي حل. ايوا هذا هو المشكل، تا الوزاره ما كتستجبش ليهم، ما كدويش معاهم.
ايش غيدير؟ ولا مصيبه كحله صافي، والله العظيم الا مصيبه كحله. اه ودي تهنيت انا اللي ما قريتش، تهنيت بخير وعلى خير، مرتاح في مخي، ما قال فيك مع الصباح سير المدرسه، راه كاين حليق من ساكن في شي دواور بعيد، والله العظيم الا كيضرب واحد 60 كيلومتر على رجلي، يفيق مع الخمسه ديال الصباح باش يلاه يوصل مع الثمانيه. اه وباش يقرا لك من 8 حتى 12 ولا وحده، حتى فين هي الطاقه هذه ولا هاد الانيرجي باش غيكمل بها داك الصباح؟ يلا كي غنديروا الحليق اوف الاخري يوصل حتى 8 ديال الصباح يقولوا لي رجع انا ما كايناش قرايه ديال الادراك، يلا يولي غادي جاي فابور. المصيبه الكحله ما كيقولوا لكش بعد المعلمين والاساتذه جيو الصباح كانت القرايه راكم غتخراو، ما كانتش القرايه راه ما كاين والو. اش كيديروا؟ كيجيبوا الدراري عندهم ولا كيكونوا الاساتذه عارفين باللي متفقين كلهم، كيقول لهم صافي عشير وراه كاين الاضراب. اه كل استاذ خايف لا يعود يقول هو صاحبه. اه راه بيناتهم وحادين وبعضياتهم. اه بتكحلق ما ترى مصيبه كحله صافي. عاود الله الله يصاوبه صافي، الله يصاوبه صافي. وتاد الوزاره هذه حتى هي ما باغاش تعطيهم الحقوق ديالهم، حشومه عيب عيب حرام. هذاك الشيء اللي كيطالبوا به يعطيوه ليهم. ايوا راه خاص، راه كيقولوا جوج ديال الناس في المجتمع خاصهم يتخلصوا مزيان، الاطباء والاساتذه. هاي باش يكون عندنا الطب في المستوى وباش يكون عندنا التعليم في المستوى. ايوا هذا هو اللي كاين. بدي خليني ساكت والله العظيم الا مصيبه. ودخلت عليك بالله حليق ما باقي دروك شي واحد في هذا العصر يتخلص ب 60,000 في 2023، باقي شي واحد يتخلص ب 60,000؟ عاد قولي لي، قال لك هو السميد. اش من سميد؟ دار السميد هادي 60,000 ما تشريش لك حتى السميده ولا العادي. 60,000 باقي شي واحد دروك يعيش ب 60,000 في هذا الوقت؟ كل شيء تزاد فيه. يلا قولي لي، كاين شي واحد دروك غيتزوج ب 60,000 ويكري ب 60,000 وياكل من 60,000 ويقري ولادو ب 60,000؟ ميرت ميرت. والمصيبه الكحله هو كاين اللي ما كيصورش حتى 60,000، ميرت. كاين اللي ما يجيب حتى 400 في النهار، يخدم نهار كامل يلا يصور 20 درهم. مش غدير لي 20 درهم؟ ها يديها للسوق ما تجيبش حتى كيلو بطاطا وكيلو خيزو. يلا ماشي حاله هادي، هادي ماشي مصيبه. على هاد الفئه اللي هي مضروره في المجتمع وربما هادي الفئه الاكثر تضررا، شكون اللي غيدافع عليها؟ يلا مازال الاساتذه راه عندهم التنسيقيات ديالهم، عندهم عندهم النقابه ديالهم يدافعوا عليهم ويجيبوا الحقوق ديالهم. يا كاين مزيان، وهذوك الناس اللي مساكن عندهم على الله اش غيدير؟ ولا عندهم على الله ما عندهم ما يدير. اش يدير الميت قدام غساله وحلق ما نقي الفلوس وكتي دير لنا بشاره؟ ها كتنقي فيه لجارتك والله يعطيك غباره تي الجاره ديالك.